أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وجعل لله أندادا ليضل قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانتنا ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول إن عصيت ربي
أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أردوان من دولة الجزائر، المتنافس الثاني في فرع المرتل الصغير في البرايم الأول لمزامير داوود، تقييمكم لكريم رضوان؟ ما شاء الله يا كريم رضوان، أستاذ حسين رضوان أو رضوان حسين، أنا متفاجئ بهذا الصوت الجميل هذا وهذا الأداء الذي فاجأنا به. نعم والله فاجأنا، في أول مرة ما كان يقرأ بهذا الشكل، يبدو أن الولد أخذه الحماس لما سمع الدولية والعالمية مسابقة أبناء أندونيسيا وماليزيا ومصر والعراق والجماعة. ما شاء الله بدأت، يعني ماذا أقول، أنا متفاجئ بصوته الجميل الذي يناسب حجمه. لا داعي لذكر الملاحظات، قائما اختلس في قائما، اختلس حركة الهمزة في قائما فقط، وإلا فله مستقبل إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى التوفيق لكريم رضوان في مسار مسابقة مزامير داوود.